وانا مبسوط ان احنا جينا في الجو ده عشان نعرف المصريين عملوا هذا الحلم وهذا الانجاز في الجو ده. احنا يمكن واقفين تحت المظلات، الناس دي كانت بتفحر وبتتعب عشان كل مصر تتشرف، ونقول للعالم ان احنا قادرين ان احنا نغير ان شاء الله بسواعد ابنائنا وبفلوس المصريين وبايد المصريين وفكر المصريين قدرنا نفحر 72 كيلو سواء 35 في الطول ولا 30 في العمق ولا 7 ممرات في خلال عام واحد، اللي هو يعتبر انجاز بكل المعايير. تحيه كبيره جدا للواء كامل الوزير القائد على المشروع وابن محافظه الدقهليه، ونحييه اللي هو واقف على المشروع لمده سنه من ساعه ما الرئيس اداله التعليمات قال له عايزين السنه الجايه نيجي نتلاقيك هنا ما تتحركش من مكانك. فبنقدم له التحيه التقدير واعزاز، بنحيي كل ولاد مصر الابطال اللي قاموا بهذا العمل، وربنا يوفقكم جميعا لما فيه خير لمصر ان شاء الله، وباذن الله ستنتصر مصر بايدي ابنائها.